قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال العبد حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا قالها العبد ما الذي يحصل له؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيغفر الله له ذنوبه كلها وإن بلغت مثل زبد البحر.